الإيمان بالملائكة؟ الملائكة في اللغة جمع ملك، وهم عالم غيبي خلقوا من نور كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جم غفير، قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولهم علاقة عظيمة ببني آدم، فهو الذي ينفخ في النطفة حتى تكون في النطفة بعد أن تتطور حتى تكون جنينا ينفخ فيها الروح، وهو الذي يتولى كتابة الأربع كلمات، يعني ملك من الملائكة، شقي أم سعيد، والرزق والأجل، وهو الذي يدل الإنسان على الخير، وهو الذي يثبته عند الممات، وهو الذي يكتب ما يقوله بني آدم من خير أو شر، كل هذا معلق بالملائكة، وهم الذين يكونون على أرض المحشر، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهم الذين يستقبلون الناس إذا دخلوا الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وهم الذين يستغفرون لمن في الأرض وهم عند العرش، كل هذا يدل على علاقتهم ببني آدم. هؤلاء الملائكة نؤمن أولا بوجودهم، ولا نقول كما يقول بعض الفلاسفة أنهم أن هناك عشرة متحكمون في الكون وأنهم ملائكة، أو ما يقوله بعض الفلاسفة الآخرون الذين يقولون إن قوى الخير هي المراد بالملائكة، وقوى الشر في الإنسان هي المراد بالشياطين. الشياطين كائنات حية موجودة، هم عالم الجن، لكن من شذ منهم، من كفر منهم، يسمى شيطان، وإلا يسمى جنيا على كل حال حتى لو كان مسلما. وأما الملائكة فهم خلق موجودون، وإن كنا لا نراهم، كتب الله علينا ألا نراهم، مخلوقون من نور. ولهذا لما نقول مخلوقون من نور لا يزدحمون، وهذا مر معنا تفهم به كثير من القضايا. فمثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سعد بن معاذ شهد جنازته 70,000 ملك، فكيف يتم هذا عقلا والبقيع لا يحتمل الصحابة حتى يحتمل؟ فهذه الطاولة مثلا أستاذ سلطان بعد إذنك أنتم مشاهدين، لو سلطنا عليها الآن 1,000 مصباح، 1,000 مصباح إضاءة لا احتملتهم، صحيح، يعني لأن النور لا يزاحم الآخر، يأتي نور مع مساحة مساحات يعني ممكن حتى لو 10,000 مصباح سلطناها على هذه الطاولة القصيرة كفتها فكفتهم. فكذلك الملائكة مخلوقون من نور، نحن معشر بني آدم مخلوقون من طين، لا يمكن 2 أو 3 يقفوا على هذه الطاولة. هذا يقرب لك المثل، وإلا ولله المثل الأعلى. نؤمن بأن لهم صفات خلقية وصفات خلقية. صفات خلقية جاء بعضها، الله عز وجل يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي الحديث أن لجبرائيل 600 جناح، فهذا يدل على أن لهم أجنحة، لكن لا يلزم أن نتخيل الجناح كما نتخيله في الطائر، الله أعلم كيف أجنحتهم لأننا لم نرى، يبقى الغيب غيبة. الأمر الثاني أنهم من صفاتهم الخلقية أنهم عظيمي الخلقة، عظيمي الخلقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا يدلك على أنهم عظيمي الخلقة وعظيم القدرة. الله عز وجل آتاهم رحمة منه، طاعة له، وقدرة على تنفيذ تلك الطاعة، يعني جعلهم يطيعونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكلفهم بمهام وأعطاهم القدرة على تنفيذ تلك المهام، فلا يعجزون عنها. لهذا الله عز وجل يقول: لا يعصون الله ما أمرهم. لماذا لا يعصون الله ما أمرهم؟ أولا ألهموا الطاعة، والأمر الثاني أعطوا القدرة على تنفيذ تلك الطاعة. فقد تطيع الله لكنك لا تقدر، فمثلا الإنسان الذي فيه مرض في ساقيه هو محب لله مطيع لله، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى المسجد لعجز في قدميه، لكن الملائكة أعطاهم الله عز وجل طاعة له، كتب في قلوبهم الطاعة وأعطاهم القدرة على تنفيذ ما يأمرهم الله جل وعلا به. ولهذا ملك الجبال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، لأن الأمر بالنسبة له شيء بسيط. فالمقصود من هذا نؤمن به. نؤمن كذلك بصفات خلقية، من أعظمها طاعتهم لربهم، لا يستكبرون عن عبادته، الله عز وجل يقول يسبحونه الليل والنهار. كذلك محبتهم للمؤمنين كما جاء في آيتي التي ذكرت حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء علما فاغفر للذين تابوا. كذلك من صفاتهم الخلقية الحياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الحديث: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. فهذه كلها صفات خلقية كما أن لهم صفات خلقية، ونحن نؤمن بهم وبوجودهم، ونؤمن أن الله عز وجل قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأول خطوات الحياة
أن يستحي الإنسان من الملكين الذين عن يمينه وشماله حتى إذا خلى بنفسه يستحي منهما عظيم الحياة. أنت قد أو كلنا لا نراهما على وجه التحقيق لا نراهما، لكن من كان مؤمنا بوجودهما سيستحيي منهما حق الحياة. ومع ذلك هم مربوبون لله الذي يدبر الأمر هو الله. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل، قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث، اهدني المختلفين من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. المقصود من الحديث أنه ذكر جبرائيل وإسرافيل وميكال، هذا يدل على أن لهم شأنا عليهم السلام وأنهم من عظماء الملائكة، والعلماء يضيفون إليهم ملك الموت. هذا مجمل الإيمان بالملائكة الكرام.